كتير كانت بتنزل على مدار 100 سنة سينما زي ما بيقولوا مصر. يعني لو عدنا الأفلام اللي ذكرت تجارة المخدرات أو كانت بتدور حوالين تجارة المخدرات ممكن يوصلوا ل 300-400 فيلم على مدار السنة دي. يبقى دي صعوبة على المؤلف إنه يعمل حاجة مختلفة. أنا هعمل إيه أكتر من اللي كان موجود؟ يعني أنت عارفة لما ما يكون في ذاكرتك أفلام اتفرجتي عليها، وفي أفلام أكيد ما اتفرجتش عليها من أيام السينما الأبيض والأسود لحد النهاردة. عشان عشان أبقى مختلف. هي دي الصعوبة. فطيب ففكرت في الحاجة اللي ممكن ما يكونش فيه غيري فكر فيها. أولاً هم حاجتين. إن تاجر المخدرات ده دايماً بيجي إيه؟ إن الظروف دفعته أو إن أو إن هو تورط أو إن هو لا، أنا جايبه من هو بيبي، من هو طفل. طفل بيشتغل مع أبوه تاجر المخدرات من هو لسه صغير في المدرسة. وبيعدي بالمخدرات وديلر وعنده ذكاء ودهاء من هو طفل. ويعدي ما بين عربيات الشرطة اللي قلب الدنيا والداخلية قلب الدنيا في كل حتة، وهو معدي في وسطيهم بيطبطبوا عليه طفل هو شايل مخدرات مش عارفين مين اللي وزع. وكمان ذكي جدا مهتم بدراسته. يعني دايما كنا نلاقي مثلا حتى لو في حد سنه صغير بس لا في دراسة ولا نفع فراح اشتغل لا، ده ذكي جدا عشان عارف ان العلم والدراسة هي اللي هتزود له مواهبه لما يكبر يبقى ذكي. تمام. فلما كبر بسبب ذكائه ده ودماغه دي وصل انه بقى زعيم زعماء تجارة المخدرات. تمام. الحاجة التانية ان ابقى مختلف فيها ان تاجر المخدرات تحصل له بعض الحاجات الانسانية من عند الله سبحانه وتعالى تؤهله انه تدريجيا يفهم ان الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وانه في يوم من الايام هيقابل ربنا فيبعد عن التجارة. ومش كده وبس، ده يدمر التجارة كلها ويتحد مع الشرطة ويعملوا خطة ان هم يقضوا على التجارة دي. فدي ما حصلتش في اي فيلم تقريبا، يمكن نادرا لو ممكن لقيت. الله اعلم انا اتفرجتش على الكل، بس ما كانش شفتش قريب حتى على الاقل في ظل ال 20-30 سنة ان تاجر مخدرات تبقى نهايته دي ان هو يدمر التجارة بالكامل ويبقى مع الشرطة بسبب ان ربنا ظهر له علامات في حياته. الحاجة الثالثة بقى والأخيرة إن نجيب الجوانب الإنسانية في حياة تاجر المخدرات. بيحب إيه؟ بيحب مين؟ عايش إزاي؟ مشاعره وإحساسه، وإنه ما قدرش ينقذ أخته وهي صغيرة فأنقذ بينقذ الناس اللي بيقعوا في مرض أو الكلام ده، فبيساعدهم بفلوس بيساعدهم بمجهود عشان يعوض إنه ما قدرش ينقذ أخته وهي طفلة. فيعني حاولت إن أنا أبرز الجوانب الإنسانية ديت، ونبين في الآخر رسالة الفيلم إن تجارة المخدرات أو شرب المخدرات، أنا كنت مركز على دي أكتر، إن شرب المخدرات وخصوصا المخدرات اللي ظهرت في الفترة الأخرانية طبعا أسامي كتير جدا لكن كلها بتخضع لأنها حاجات كيميائية خطرة على عقل الإنسان وعلى الجسم، بتسبب سرطان وشلل وموت، وده اللي احنا برزناه بالفيلم بشكل كبير. فاحنا هدفنا في الفيلم ده نقول يا تاجر المخدرات والله ربك بيؤمن ولا يؤمن، ومصيرك أسود وهيتسبب لك في موت او في مرض لطفلك لابنك لاختك لابوك وفي نفس الوقت هتقابل رب الكريم. حاجه ثانيه ان المخدرات يا شباب يا اللي بتاخدوا المخدرات دي انت مش عارف دي معموله من ايه، معموله من مواد كيميائيه خطره جدا بتسبب شلل وموت وبتسبب سرطانات. فاحنا ده كان رسالتنا.